إذا بنشكر الزميلة مي السيلاوي على هذا التقرير. وفي موضوع آخر، فتظهر بعض السلوكيات السلبية التي ترتكب في شهر رمضان. طبعا شهر رمضان هذا الشهر المبارك وشهر الخير والعمل والإتقان، وطبعا هذه السلوكيات هي بعيدة كل البعد عن فضائل شهر رمضان الفضيل. رح يكون معنا اليوم الدكتور حسين الخزاعي، أستاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية، لا يخبرنا عن بعض السلوكيات السلبية في شهر رمضان. أهلا وسهلا فيك دكتور، شرفتنا بدنيا يا دنيا. أهلا وسهلا، شكرا كثير لك. بدنا نحكي عن السلوكيات الاجتماعية الخاطئة في بعد في شهر رمضان. اذكر لنا بعض منها. أولا بداية اسمحي لي أقدم جزيل الشكر والتقدير والاعتزاز والافتخار في قناة رؤيا، اللي هي دائما بتسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية، وتسليط الضوء هذا دائما بهمنا أنه نغير سلوكيات بعض المواطنين، بعض أفراد المجتمع، والتي هي سلوكيات مثل ما حضرتك تفضلت ووصفتيها بالسلبية يعني. وأنا بتفق معك تمام الاتفاق بأنها سلوكيات سلبية بعيدة كل البعد عن شهر رمضان المبارك. اسمحي لي ابدا من حيث انتهيتي. انت قلتي في كلامك الطيب في مقدمه حديثك شهر رمضان شهر العمل، شهر الاتقان، شهر مبارك. فاذا هذا هو الاساس الى شهر رمضان، ان يكون اولا شهر عمل، شهر اتقان، شهر مبارك، شهر فضيل، شهر بعيد كل البعد عن المظاهر السلبيه. يعني اذا بدي اوصف شهر رمضان وصفه ما بقدر أوصفه أكثر من أنه مدرسة، ثورة على كل الفوضى اللي كانت في خلال 11 شهر تمت. الآن جاء هذا الشهر لكي يعلمنا الضبط، ويعلمنا الالتزام، ويعلمنا كل المبادئ الإنسانية الرحمانية الدينية التربوية، ويعيد لنا بعض الممارسات الإيجابية اللي نسيناها وبدأنا في إيجابيات في سلوكيات سلبية بعيدة كل البعد عن عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا ومنطلقاتنا. خلال السنوات الماضية بدأت أتتبع، يعني بجوز آخر سنتين ماضيات بدأت أتتبع وأرصد بعض السلوكيات، وجدتها 30 سلوكية، سبحان الله على قد عدد أيام الشهر، 30 سلوك سلبي هذا المجتمع هو اللي سلكه. يعني لم يطلب، ما أحد طلب منه، يعني لا دين طلب منه ولا عادات ولا تقاليد ولا حتى ذهنيا عقليا، هذا الشيء بعيد عنا كل بعد. فلماذا نحن يعني بدأنا في مثل هذه السلبيات؟ وأهم هذه السلبيات، ويعني أنا بدي أرد أشكركم مرة ثانية وأشكر هذا البرنامج بشكل خاص، إنه إحنا مقبلين على شهر رمضان، فاللي بيسمعون الآن قبل ما نبدأ صح في شهر رمضان، نرجو من الجميع إنه ما يقع في هذه الأخطاء. أول خطأ اللي هو الإقبال على الشراء والتخزين والتهافت على شراء قضايا إحنا بدنا إياها وما بدنا إياها. قضايا كثيرة جدا. هنا أنا السؤال اللي بسأل، لماذا هذا التهافت؟ وأنا بحذر اليوم الرواتب، ترى اليوم موظفين الحكومة وموظفين القطاع الخاص بجوز بكرة بعد بكرة يستلموا رواتبهم، مش تأخذوا رواتبكم من هون على السوبر ماركتات من هون، ديروا بالك وخفوا شوية. فهون لماذا التهافت؟ أنا بحكي لماذا التهافت على الشراء؟ كل شيء موجود، كل شيء موجود. يعني خليني أحكي، خلال الأسبوع الماضي يعني زيارة بسيطة بس على بعض السوبر ماركتات، المولات، الدكاكين، كل شيء موجود، في استعداد متكامل لشهر رمضان. فإننا نشتري ونخزن لا، يعني أنا هذا الشغل القضية اللي أنا بدي أحذر منها. يعني اشتري على قد حاجتك، يعني اشتري لأسبوع معك، أما تشتري وتخزن وتاني يوم وترد تشتري لا، هاي قضية بدنا ننهيها. القضية الثانية والأخطر في رمضان إنه كل أبناء المجتمع اليوم بدهم أول يوم رمضان يخلصوا من هالعزائم اللي عليهم، يعزموا بعضهم كلياتهم أول يوم. الأخ بده يعزم خواته، واللي بده يعزم أمه، واللي بده يعزم أبوه، واللي بده يعزم نسايبه، واللي بده يعزم كلها في أول يوم أو ثاني يوم أو ثالث يوم. لا، وزع، يعني ما تعمل الجهد هذا كلياته في يوم واحد.
لا يعني وزعوا على مدار الشهر مشان يظل في حركة في الشهر ويظل في مرونة في الشهر، انه الواحد كمان يتحرك وعنده واجبات اخرى. القضية الثالثة والمهمة انه الام في رمضان، انا بستغرب تقعد 5 ساعات في المطبخ واربع ساعات، لانها بتطبخ اربع خمس طبخات. طب ليه تطبخي طبخة واحدة فقط؟ أنواع بدلها نوع واحد اتفقوا. وهنا في كمان شغلة يعني طالعت لنا جديدة، هاي جيل اليوم شباب اليوم، انه مش الكل بحب الاكل هاي والاكل هاي بالليل يعني بعد الافطار اتفقوا شو الطبيخ لثاني يوم، وطبخوا طبخة واحدة وبكفي هاي الطبخة، ما نطبخ عدة طبخات حتى انه احنا نوفر اقتصاديا. ما هو دخل الأسرة ما شاء الله عندنا، يعني كل أسرة أردنية، هذا دراساتنا الحقيقية هاي، كل أسرة أردنية ملحوقة ب1000 دينار بالسنة، يجيها كمان شهر رمضان والعيد والمدارس والجامعات، هذولا بعد رمضان جايات مباشرة، هذا بيعمل مسؤوليات. ضغط على دخل الأسرة. القضية الأهم كمان إنه عادي حلوة كانت بين الجيران زمان، كانوا كل جيران يودوا لبعض طبق من طبق الأكل اللي هم بيطبخوه، فبصير عند الأسرة 3 4 أنواع من الأكل. هذا أول شيء بيزيد الألفة، بيزيد المحبة، بيزيد التعاون، بيزيد التواصل والتقارب بين الناس. ما احنا ما شاء الله عايشين بشقق الآن، ما حدا بيعرف الثاني، خلينا برمضان نعرف بعضنا على الأقل. هاي لماذا قطعناها؟ يجب أنها تنعاد، ويجب أنه الآن هذا الأمور في شهر رمضان نعيد بناء العلاقات كلياتها مع بعضنا البعض. النقطة الأهم يعني كثير من الإخوان للأسف الشديد بفكر إنه بس رمضان صيام عن الطعام وعن الأكل وعن الشرب، وهال 16 ساعة هذول من الفجر للمغرب هذا بس فقط صيام عن الطعام. لا، الآن احنا قلنا رمضان مدرسة تربوية سلوكية دينية إيمانية رحمانية، الآن مفروض أن يكون الصيام عن كل الموبقات المفطرات، ممكن أي أذى ممكن بدنا نسببه إحنا لأي فرد من أفراد المجتمع أنه نبعد عنه. هاي القضية مهمة، وخاصة يعني قضايا خلينا نسميها الغيبة والنميمة والافتراء هو اللسان يمنع والسلوكيات اللسان. السلبية ما بدنا إياها نهائيا، نكون بعيدين عنها. القضية الثانية أنه كمان التمس لأخيك عذرا، يعني مثلا مش كل أبناء المجتمع مقتدرين وبقدروا يعملوا عزائم وبقدروا يعملوا ولائم وبقدروا يعملوا صلة رحم في هالشهر هذا. يعني أنا بحكي لأخواتنا العزيزات الفاضلات بنات المجتمع الأردني اللي ما شاء الله عليهن اليوم تعلمن وأثبتن وجودهن وما شاء الله عليهن وبيشتغلن، فإذا الأخت بتعرف أنه أخوها غير مقتدر وعزمها تروح عنده بعد الفطور، أو في طريقة حلوة حلوة جدا تروح لعنده وتأخذ معها أكلها هي تكون طابخة، يعني هاي يا الله ما أحسنها، أول شيء بتخفف عليه وبتخفف الألم اللي هو مش قادر يعمله ممكن. وخاصة أنه يعني إحنا معروف يعني معدل الفقر عندنا بالأردن وهذا رقم معترف فيه، يعني 13.3% من الأسر الأردنية تعيش تحت خط الفقر. إحنا برمضان كمان ما بدنا نسبب لهم إرهاق اقتصادي، يعني تلتمس لأخيها عذرا، وأيضا كمان أبناء المجتمع أن يعذروا بعضهم البعض وما يبالغوا، وحتى إذا بده يعزم ما يبالغ في عملية الطبخ الزائد. يعني دكتور بدي انتقل لموضوع اخر وبسرعه، يعني بنشوف دائما برمضان المسلسلات والبرامج الرمضانيه بتكثر، بيكون يعني برامج مسلسلات كثيره، يعني هل برايك هذا الشيء صحيح؟ وباختصار لانه تركنا لا شوي لا الوقت. انا هذا الحكي بدي احذر منه، ما بدنا برضه كمان ان نتهافت على المسلسلات على الدراما، لانه الان على فكره يعني من 4 شهور يعني بدات الان شركات الانتاج وبدات تعمل برامج، وبدات احنا في برامج لا تناسبنا ابدا نهائيا، لا تناسب عاداتنا، لا تناسب تقاليدنا، وايضا كمان ما بدنا ان نقضي وقت كبير جدا على متابعه مثل هذه المسلسلات ومثل هذه الفضائيات والافلام. وفي قضيه اسمحي لي كمان برضه رصدناها السنه الماضيه، انه كثير من الابناء بيقضوا وقتهم على الانترنت في النهار مشان قال اضيع الصيام، وعلى الكمبيوترات او في النوم في الكسل،
هذا شيء ما بدنا اياه. وفي قضيه اخطر اخطر، وانا يا ريت تسمعوني الان المدراء والمسؤولين في الحكومه، في بعض الموظفين للاسف الشديد يعني بوفر اجازاته وقال ليش بشهر رمضان بروحش على الدوام شهر كامل بياخذ اجازه او 21 يوم اجازه او كذا، لانه بشهر رمضان ما بيقدر يصوم او ما بحب يروح على الشغل، او انه يفوت الموظف على المدير يقول له اعطيه المغادره اليوم انا عامل عزومه، كانه العزومه صارت عذر يعني. فهنا نحن نقول لهم انه رمضان ما بدنا اياه ان يكون مبرر، وان يكون شماعه لاخطائنا، وانه نتسلح به لانه احنا صايمين. لا، رمضان مدرسه زي ما حكيت حضرتك، في التفاني، في العمل، في الانجاز، في الابداع، ثوره كامله، مدرسه كامله على ان نعيد ترتيب امورنا. واهم قضيه انا بقول من المناظر المؤلمه والقضايا المؤلمه اللي سمعتها السنه الماضيه، انه في ناس قال بتداين وباخذ قروض مشان انه يسلك حاله برمضان. لا، هذا الحكي مؤلم. طب انت منين بدك السد؟ صح، منين بدك تجيب فلوس؟ يعني بدك ترضي حالك مع الناس، وبعدين بالاخير ان تدخل في مشكلات مع الاسره، لانه اذا ما سديت الفلوس ما حدا بيسامحك. والقضيه الاخطر اللي انا شفتها السنه الماضيه وتتبعتها من خلال اكثر من حوالي 200 حاوي درستهم بعد الفطور، لفيت عليهم تخيلي، وجدت الطعام الذي يتم رميه عند حاويات القمامة شيء غريب جدا. فنرجو من الإخوان اللي بيزيد عنده الأكل ما يكبه، حرام، يسأل عن الناس المحتاجين ووديهم إياه. وفي جمعيات، في جمعيات، وأنا صورت أكثر من حوالي 200 صورة السنة الماضية لبعض المناظر اللي كانت غريبة جدا، حاويات يعني بعض الأكل والله ما هو مأكل منه شيء بالمرة نهائيا. فخلينا على قد الحاوية، على قد الحافنة، نمد رجلينا، ما نغلب حالنا وما نتعب حالنا. وهذا رمضان خليه إلنا مدرسة زي ما حكيت لي قبل شوي، مدرسة إيمانية، مدرسة كلها مليئة بالتقوى ومليئة بالاستفادة من عبرات هذا الشهر. وبدي أكرر جزيل الشكر لقناة رؤيا اللي سلطت الضوء فعلا على هذا الموضوع قبل ما يبدأ شهر رمضان، بلكي إنه الله سبحانه وتعالى أن نكون قد أوصلنا رسالة مهمة إلى الأسر. آخر شغلة تسمحي لي أحكيها؟ تفضل. صوم الأطفال، نرجو من الإخوان ينتبهوا، صوم الأطفال كثير في من الأسر بيخطئوا في عملية إدخال أبنائهم إلى الصوم قبل العمر المحدد للصوم. نحن نقول لهم قبل 10 سنوات إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تجبروا أبنائكم على الصيام. وإذا بدنا الآن نبدأ بالصيام التدريجي بعد العمر 7 سنوات لأبنائنا، الصيام التدريجي الاجتماعي المحبب، وهذا له طبعا مدرسة خاصة فيه إن شاء الله نقدر نتحدث عنه إن شاء الله. بس ما بدنا ابن فلان صام والولد الصغير صام والولد اللي 4 سنين صام وفلان ابو 5 سنين صام. لا، إياكم الابن في هاي المرحلة بيكون في مرحلة نمو لسه بعده، فما بدنا احنا نأثر على نمو الجسمي، نمو العاطفي، ونمو على اي نوع من انواع النمو عند الطفل. خلينا فلان وفلان على جنب، صحة ابننا وصحة اسرتنا هو اللي بهمنا، وتقبله ايضا. لا، نعم، التقليد الاعمى اهم شيء، التقليد الاعمى برمضان لا، وخاصة في قضية صوم الاطفال. اسمعوني مرة ثانية، قبل 10 سنين اياكم، ابدوا فيه تدريجيا بعد 7 سنين، وربنا سبحانه وتعالى يخليكم لاولادكم ويخلي اولادكم لكم ان شاء الله. ان شاء الله كل سنه ورمضان يهل علينا ويهل على وطننا وانتم بالف خير يا رب. شكرا لك دكتور، نصائحك رائعه، يعني ان شاء الله بنستضيفك بفقرات اخرى ان شاء الله كمان بشهر رمضان لحتى نضلنا ننصح المشاهدين بالسلوكيات الايجابيه ان شاء الله. وزي ما قلت لك ان شاء الله الله يتقبل من الجميع صيامهم. شكرا لك الدكتور حسين الخزاعي، استاذ علم الاجتماع في جامعه الوقائع. شكرا جزيلا لكم، واحنا دائما في خدمتكم وفي خدمه المجتمع الاردني، وشكرا لقناه رؤيا. تسلم، شكرا. إذن مكملين معاكم دنيا يا دنيا، فاصل وراجعين مع رندا، خليكم معنا.